الدكتور عباس عبد الغني، ممثل وفنان مسرحي وسينمائي مقيم في المملكة المغربية. عملت في أفلام أجنبية وعربية ومغربية تحديدا، ومسلسلات وبعض البرامج المغربية التي عملت فيها. حاصل على دكتوراه في الفنون المسرحية من جامعة ابن طفيل في القنيطرة، مقيم حاليا في مدينة القنيطرة. مشاركتي في فيلم كان بغيك طلقني جت المبادرة من صناع الفيلم، بالأخص من اختياري من صديقة الرائعة الفنانة فاطمة بوجو، كانت رشحتني للكاستنج مانجر أستاذ أسامة. وبعدين بعد تعرفت على الأستاذ إدريس الروخ المبدع الكبير، وأعطوني الدور. الدور كان بيتحدث عن أحد أعضاء المافيا اللي جاية من خارج المغرب، وتلاحق عبد الصمد مفتاح الخير اللي كان ماخذ أحد أدوار مهمة في الفيلم، وهو ابن عم البطلة جليلة التلمسي. وأنا جيت كان قلب على عبد الصمد مفتاح الخير، وكان قلب كيفاش ناخذ الحق ديالنا اللي هو للمافيا. الصعوبات اللي واجهتني كانت انه انا كيفاش اهضر بالدارجه، يعني انا ممكن نهضر بالدارجه ولا ممكن نهضر فكانت انه الحرفيه انه اظهر بصوره المافيا الاجنبيه اللي جايه من برا المغرب، وتهضر باللهجه الانجليزيه واللهجه اللبنانيه. فكنت كان نهضر في اللهجه اللبنانيه في الفيلم منشان انه تظهر انه هذا فعلا احد اعضاء المافيا اللي جاي يقلب على عبد الصمد مفتاح الخير. فريق العمل كان تعامل اخوي جدا، يعني كانوا جزء من منظومه الفيلم ككامل، يعني وكانوا يعاملون كل فنان كنجم بصراحه. وهذا الشيء اللي ثار انتباهي، انه انا كنت رغم انه اول مشاركه سينمائيه في المغرب، يعني كفيلم مغربي كمشاركه سينمائيه مغربيه، لكن كان التعامل كانه في نجم بيتعاملوا معاه، في نجم عربي جاي بيتعاملوا معاه، من اللوجستيك، الاستقبال، الضيافه، التنقل، كل الاشياء اللي كانت كانه كيتعاملوا مع نجم. الشيء الجميل اللي كان في الفيلم ايضا اثار انتباهي موضوعة التقنيين والحرفيين اللي كانوا موجودين في الفيلم، موضوعة التأليف. يعني القصة كانت جميلة جدا، يعني تتحدث عن زوج وزوجة واصلين مرحلة الطلاق ورايحين عند طبيب نفسي، وما احب احرق الفيلم يعني، بس يعني كانت تدور حول محتوى اجتماعي، وهذا الشيء اللي عجبني به بزاف. أنا الدراسة كانت في المغرب أصلاً، يعني أنا عملت الدكتوراه في المغرب وعملت دكتوراه ثانية أيضاً. والسر الاستقرار أنه بقيت بعد هذه الفترة أنه وجدت المناخ الملائم للعمل الفني. يعني أنا كنت محتار بين، يعني كنت بين مصر وبين المغرب، ولما جلست في المغرب يعني وجدت في مناخ فني ممكن انه اشتغل عليه. يعني كنت اخدم انا كالاساس مدرب لهجات، كنت كنخدم وفي ادوار بسيطه كناخذها في الافلام الاجنبيه، ومثلت افلام. يعني المغرب مناخ جدا ملائم وكبير لتصوير الافلام الاجنبيه، يعني وهذا الشيء موجود في ورزازات، مراكش، خريبكة، كازابلانكا، رباط، يعني كل المدن المغربيه، كل مدينه فيها هو استوديو بحد ذاته، وبالأخص ورزازات. لحد الآن لم أحصل على الجنسية المغربية للأسف لسوء حظي، ونتمنى يعني إن شاء الله في يوم ما نحصل على الجنسية المغربية. يعني هذا الشيء شرف كبير يعني لي بزاف إنه نحصل عليه شيء يوم من الأيام إن شاء الله عبر هذا المنبر. يعني اللهجة المغربية لهجة مش سهلة، يعني صعبة كثير، وأنا كنشوف المغاربة يهضروا كل اللهجات، يعني هذا شيء ويفهموا كل اللهجات، لكن اللي يجي شخص
من الشرق الأوسط يعني من أنا جاي من أقصى مدينة في الوطن العربي وأجي إلى يعني أقصى مدينة في الوطن العربي اللي على المحيط الأطلسي والمغرب. يعني عملية الاندماج مع الثقافة المغربية عملية سهلة ما عدا إنه اللهجة أنا اتقنتها شوي يعني قدرت نحكي شوية بالدارجة نفهم الدارجة المغربية نفهم بعض الأمثال المغربية وكانت مع مرور الوقت هو عامل يعني يخليك تفهم كل شيء وتهضم كل الأشياء. بالذات الأشياء كانت تشبه يعني الأوجه التشابه بين الثقافة المغربية والثقافة العراقية يعني من ناحية ناحية الكرم موجود الكرم يعني كرم الضيافة كرم الأخلاق هذه كانت تشابه فيها بالذات بين المغرب والعراق بالإضافة إلى أنك لما تشوف الآخر تبتسم في وجهه يعني هذا الشيء موجود أيضا في العراق يعني ونقصد فيها مصطلح الكرم المغربي والكرم العراقي متشابهين في الثقافة هاي. كثير من الفنانين المغاربة أنا أتمنى أشتغل معاهم يعني ويعني ما أذكر شخص حتى لا يعني الآخر يبقى يعني بس فنانين كبار في فنانين كبار يعني الحمد لله أنا اشتغلت الآن مع عبد الصمد مفتاح الخير اشتغلت مع عدنان محيجة يحيى الفاني أستاذ إدريس الروخ جليلة تلمسي سلمى صلاح الدين أتمنى في يوم يعني أيضا يجمعني فيلم مع فاطمة بوجو يجمعني فيلم مع ربعي القاطي يعني فضيلة بن موسى وكلهم أصدقاء الحقيقة لكن ما جت الفرصة يعني بدور مناسب أنه ممكن أنه أشتغل معهم إن شاء الله. يعني دائما هناك التاريخ العراقي يسخر بكثير من القادة والثوار واللي من ثورة العشرين لحد الآن يعني موجود كثير من التجسيدات اللي موجودة في السينما العراقية والسينما المغربية أتمنى يعني أجسد دور يربط علاقة الثقافة المغربية بالثقافة العراقية في عمل فني يمثل بصدق هذا التوجه اللي موجود في الثقافة المغربية وضخامة هذا الوجود الثقافي وضخامة المحتوى وضخامة الإبداع الموجود في الثقافة المغربية وعلى فكرة يعني الإبداع في المغرب والثقافة المغربية عميقة جدا وغنية جدا بكل أوجه الإبداع وأحب أجسد في يوم ما أبين هذه الثقافة للجمهور العراقي وأبين من خلال الجمهور العراقي أبين الثقافة المغربية وأيضا أبين للثقافة المغربية الوجود العراقي والثقافة العراقية اللي موجودة في بلدنا. أنا أشكر جميع الفنانين المغاربة كممثلين وتقنيين ومخرجين ومؤلفين ومبدعين وكتاب وسيناريست وجميع الفئات لأنه احتضنوني في هذه الفترة من الفترة الصعبة يعني إنه اللي كان يمر بها العراق وأنا جيت للمغرب الحقيقة أشكر الجميع يعني جميع المغاربة في يعني فعلا وجدت نفسي في المغرب وجدت نفسي ثقافيا وفنيا وإبداعيا وبكل الأشكال اللي ممكن تتصورها يعني أنه أنا وجدت نفسي في المغرب ولهذا أنا ارتحت وبقيت في المغرب وهذا جواب الشطر الثاني من السؤال أيضا أنه ليش بقيت في المغرب بقيت لأنك ارتحت في المغرب لما ترتاح في مكان فهذاك هو وطنك. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.